السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناة مستر تك. وما زلنا في مشكلة راوتر زيكسل الجديد. كتير مننا طبعا اشترى راوتر زيكسل أو استلم راوتر زيكسل من شركة وي، والراوتر زيكسل ده كان فيه خاصية جميلة جدا وهي خاصية تحديد السرعة، والخاصية ديت بتتيح ليك أربع شبكات للواي فاي، تقدر تغير في سرعة كل واحدة منهم، يعني تقدر تعمل 4 شبكات ب4 سرعات مختلفة. فكان أغلبنا بيعمل الشبكة الأساسية مثلا سرعة مفتوحة، وبقية الشبكات بيعمل سرعات مختلفة، منها القوية ومنها القليلة، بحيث مثلا لو جاله ضيف يديله مثلا السرعة القليلة بحيث ما يستهلكش إنترنت كتير، أو مثلا لو عنده أولاد. وده زي ما احنا عارفين طبعا ان الاولاد بتستخدم انترنت كتير، بالذات على الفيديوهات والالعاب وكده، فكان بيديهم مثلا السرعة القليلة ويفضل هو شغال على السرعة العالية زي ما هو، بحيث ان هو يقدر يوفر في استخدام الانترنت، وطبعا الباقة تكمل معاك لاخر الشهر. ولكن مع التحديث الجديد اختفت جميع الخاصيات ديت، خاصية تحديد السرعة اختفت من على ال4 شبكات، يعني ال4 شبكات بقوا حاليا مفيش خاصية تحديد السرعة. يعني تدخل تشوف خاصية تحديد السرعة تلاقيها مهيش موجودة. فكنا عملنا فيديو قبل كده ازاي تسحب نسخة باك اب للراوتر، وبعتنا لمعظم متابعين القناة نسخة باك اب، وبالفعل كانت ناجحة جدا، ولكن ما زال الناس محتاجين نسخة السوفت أصلي. بصراحة احنا بحثنا كتير في النقطة ديت، ودورنا على أكتر من موقع، وبالفعل تم التواصل مع شركة سيكسل، وبالفعل بعتولنا نسخة السوفت، وحاليا النسخة جاهزة إن أنا أسحبها على الراوتر. ولكن طبعا نسخة زي ديت أكيد هتأثر على الراوتر، احنا حاليا مش عارفين هي هتأثر بإيه، هل بالإيجاب ولا بالسلب. وزي ما انتوا عارفين ان الحمد لله الراوتر اللي عندي ما تأثرش بالتحديث الجديد، يعني خاصية تحديد السرعة ما زالت موجودة، ودي اللي خلتنا نعمل أكتر من باك اب ونبعته للناس. فالسوفت ده لو أثر على الجهاز بالسلب طبعا الجهاز ده خلاص راح. فانا اكيد مش هضحي بجهاز زي ده غير لما الاقي ناس كتير من متابعين القناه محتاجين فعلا لسوفت زي ده. طب انا اعرف منين ان في عدد كبير محتاج لنسخه سوفت زي ديت؟ انا اعرف عن طريق اللايكات على الفيديو ده. الفيديو ده انا عامله النهارده علشان اخد ارائكم في اذا كنتم محتاجين فعلا لنسخه السوفت الاصليه ولا لا. فحضرتك لو محتاج نسخة السوفت الأصلية هتدخل وهتعمل لايك على الفيديو، وعلى حسب عدد اللايكات لو لقيناها كبيرة بمعنى كده إن اللي محتاج نسخة السوفت عدد كبير، ففي الحالة دي أقدر أعمل نسخة السوفت على الجهاز ومش مشكلة حتى لو جاءت بالسلب. أنا طبعا هنعمل النسخة على الجهاز وهيبقى معاك خطوة بخطوة لحد ما نخلص النسخة على الراوتر بتاعي. حضرتك ما تعملش أي حاجة عندك، ما تعملش أي خطوة عندك غير لما نخلص النسخة خالص عندي ونشوفها بقت كويسة ولا لأ. لقيت النسخة عندي نازلة كويسة ونزلت فعلا، وخاصية تحديد السرعة ظهرت وكل حاجة تمام، ابتدي نزلها عندك. أما لو لقيناها إن هي طبعا أثرت على الراوتر بتاعي بالسلب لا قدر الله، ففي الحالة دي خلاص حضرتك ما تعملش حاجة، أنا حضرتك ما تعملش أي حاجة غير لما تتأكد إن النسخة نزلت عندي كويسة. وزي ما قلنا على حسب عدد اللايكات على الفيديو ده، على حسب عدد اللايكات على الفيديو ده هنقدر نحدد العدد اللي محتاج لنسخة السوفت، وبناء عليه هنقول نعمل الفيديو الجاي للسوفت ولا لا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ومحتاج لنسخة السوفت فعلا فاعمل لايك عشان نقدر نحدد العدد اللي محتاج لنسخة السوفت، وطبعا ما تنسوش شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ويستفيد منه الجميع، وشكرا على حسن متابعتكم.